احفظونا انسوا سيدنا. اختوتي مات مساء الاحد 25 غشت الجاري فعالية مهرجان الفروسية التقليدية بالمحمدية، والذي استمر زهاء الاسبوع، والذي تم تنظيمه بمناسبة عيد العرش والشباب وثورة الملك والشعب. في الفروسية جميلة بزاف، كتمتع شي حاجة طيبة بزاف. احنا الحمد لله من الجالية المغربية مقيمة بالخارج، جينا باش نشاركوا معاه في هذا المهرجان، وعزيز علينا الخيل، ومن جدودنا كانوا عندهم الخيل وجينا باش نركبوا معاه. أريو حاضر بي تشد العود، فعل عود خيل تشد 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 قاحل حفيد بان. من اين منطقه انت؟ انا من منطقه زيده من واحد بسليمان، وكيعجبنا الحطبه بزاف، وكنجيو نلعبوا فيها، واحد الموسم ممتاز بزاف، وفرحانين بزاف، وكل البدايه كل اخير تبارك الله، وتا الفرسان تبارك الله ما كاينش شي حاجه اللي دازت صعيبه، وكل شيء داز زوين الحمد لله، والفضل كيرجع لسيدنا والناس اللي مسؤولين هنايا، ومرحبا بالناس. كلمات تبغي تقول للناس المسؤولين اللي قاموا بهاد الموسم؟ كنقول لهم كنشكرهم بزاف بزاف واكثر من بزاف، حيت هادشي كلشي كان منظم بزاف، وكان هادشي كلشي هاد الناس اللي كاع اللي كانوا مسؤولين كانوا واقفين اكثر من جهدهم، وفرحنا بهم بزاف، وهادشي اللي فرحنا بزاف، وحتى شي حاجه ما ضراتنا الحمد لله. وتهدف هذه الدورة وحسب ما قال محمد جمالي مدير المهرجان هو الحفاظ على الموروث الفني الأصيل، وإبراز أهمية تربية الخيول والعناية بها، وتوسيع قاعدة ممارسة الفروسية التقليدية التوردة محليا وجهويا ووطنيا. محمد جمالي رئيس المرأة بالبلدي وفي نفس الوقت مدير المهرجان. يعني بغيو نعرفوا كي كانت استعدادات لهذا المهرجان ديال الخيال. بعد ما تلقينا تعليمات من السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية قمنا بالأشغال ديال هاد المحرك ديال تبوريدة، واللي قمنا بواحد المجهود في الحقيقة مجهود جبار بفضل كذلك التعليمات والتوصية ديال السيد الرئيس باش نوفروا للخيالة هاد المحرك. إذا الكلمة اللي تبغي تقول للخيالة والزوال كما كنشوفوا جاو من العديد من المدن المغربية. الكلمة ستبقى للخيالة، هما اللي يمكن قلنا الكلمة، حنا درنا الواجب اللي علينا، هو يعني وفرنا لهم الأرضية، توفرت لهم الأرضية، السيد رئيس المجلس البلدي أعطى تعليمات ديالو، توفر جميع المتطلبات بالنسبة للخيالة فيما يخص الكالة كالشعير، مادة التبن، مادة البارود، الحبة، كذلك الذبائح، يعني كل حتى بالنسبة للإنارة العمومية، الإنارة كانت متوفرة، الماء الصالح، وسائل النظافة، يعني كان كل شيء متوفر للخيالة. هذا هو اللي بغيت، كذلك حتى الزوار اللي جاوا تيشاهدوا هنا فسميتو، يعني تيشاهدوا هذا الموروث التقليدي اللي هو التبوريدة، وكذلك الناس كلها ولا سيما الساكنة كل شيء مرتاح لهذا المهرجان اللي هو تقام بالمناسبة ديال عيد العرش وعيد الشباب المجيدين. حفل الاختتام حضره رئيس المجلس البلدي للمحمدية محمد مفضل، ومساعدي هو الكاتب العام لعمالة المحمدية الذي ناب عن السيدة العامل، وأيضا بحضور الخليفة الأول للسيدة العامل ومسؤول عدة مصالح أمنية وخدماتية بالمحمدية، إضافة لفنانين وصحفيين جاءوا من مختلف المدن المغربية لتغطية هذا الحدث. سعاد رجاء ممثلة. كيف جاك الموسم؟ هو في الحقيقة الموسم جميل بزاف، وفي إطار الاحتفالات بذكرى 20 غشت وذكرى عيد الشباب وعيد العرش المجيد وذكرى عيد الشباب اللي كتصادف هذه السنة الميلاد صاحب الجلالة الذكرى 50، أقر الله مولانا أمير المؤمنين وأقر عينه بهذه
الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة وباقي الأسرة الملكية. وضمن هذه الاحتفالات كيف كتشوفوا الأسبوع الثقافي المحمدية مدينة الزهور، جيت حتى أنا كباقي الفنانين كنشارك، وأي تظاهرة هنا في المحمدية كنشارك فيها. شكرا المحمدية بقيس على الدعوة. ويذكر أنه قد تميز حفل انطلاق هذه الدورة مشاركة 20 سيرفا ضمت محترفين وهواة قدموا للجمهور المحمدي عروضا في فن التبوريدا. كي جاك الموسم؟ الموسم زين تبارك الله، صلاه عندي على مباليه. ايوا الدخيل كاين الوجهيات. علاش؟ شي كيدخل شي ما كيدخل، علاش؟ اللي عنده بلي يدخل يدخل، اللي ما عنده ما حبس. كلشي يدخل. هاونا هذه شيبانيه كاع خصني يدخلوا لي انايا. يلا. شكرا. سلام الحاج، قول لنا كي جاك الموسم؟ موسم زين تبارك الله وصلى على النبي. ماشي زين. ماشي زين. خايبه به. فوالا كلشي تبارك الله زين. تفضل. ايه واش بغيت تقول للناس اللي قاموا بهذا الموسم؟ تبارك الله عليهم وصلى على النبي عليهم وصافي وهذا اللي. قولي لينا حنا. نقول لكم تبارك الله عليك المعلمة وشي خير وعلى خير. شكرا. الموسم. تبارك الله صلى على النبي تبارك الله، الله ينصر سيدنا والله ينصر ولادنا وجميع المسلمين. أيه. الله ينصرهم. وكي جاكم تسندين؟ لا تبارك الله كل شيء منظم، كل شيء زوين، كل شيء الحمد لله، كل شيء زين. أيه. والكلمات بغيت تقولي للناس اللي قاموا بهذا الموسم؟ الله يحفظهم والله يجازيهم بخير، زعما كاين كل شيء. شكر العميلة ديالنا تبارك الله على العميلة ديالنا. القدير بأسمائه الحسنى وصفته المثلى أن ينعم على جلالته بالخير والسعادة والتوفيق والنجاح والعز والأمن. لا نبغيو نعرفوا من أين منطقة أنت؟ محمدية. محمدية، إذا كي جاك هذا الموسم؟ الموسم مزيان. كل عام كتجيو ليه؟ كل عام كنجي ليه من نهار اللي بدا وأنا كندخل ليه. إذا أنتم من العشاق ديال الفرس والخيل؟ بزاف كاع، ماشي غير أنا، حتى ولدي حتى هو. ولدك شحال عنده من عام؟ عنده 6 سنين ونص. الله يخلي لك. إذا كي جاك التنظيم هنايا، كي جاك التنظيم؟ مزيان. وفي هذا الشأن أكد سعيد عبد النائب الجماعي بالمحمدية أن الهدف من المهرجان هو الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الأصيل والمساهمة في خلق رواج سياحي واقتصادي داخل المحمدية، ودعا إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين المحليين من أجل إلاء العناية اللازمة لممارسة الفروسية التقليدية والنهوض بها، وذلك عبر إحداث مدارس في هذا المجال لتكوين الأطفال والنساء وصقل مواهبهم. السلام عليكم، الاسم الصفة؟ سعيد عبد، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية. يعني بغاو نعرفوا كيفاش مرت الأجواء هنا في مهرجان الخيال. الأجواء مرت بحمد من الله وتوفيقه بشكل جيد، وذلك بفضل الاستعدادات القبلية لهذا المهرجان، واستقينا آراء المشاركين في هذا المهرجان وأبدوا جميعا ارتياحهم وسعادتهم بحسن التنظيم بهذا المهرجان. يعني بغينا نعرفوا شحال من سربه كاينه، ويعني واش كلهم من نفس المنطقه؟ كاينه عندنا 20 سربه اللي شاركت وكلها من اقليم المحمديه. سلام سيدي، بغينا نعرفوا من اين المنطقه؟ من المنطقه المحمديه. من المحمديه. اذا كي جاكم الموسم؟ موسم مزيان، معتبر محروس من ناحيه الامن ومن ناحيه داكشي زين، وكنشكروا هاد الناس اللي هما مسؤولين هنا ومسؤولين في البلاد، وهاد الشيء ديال مارين هاد الخيل كنشكروهم. موسم داز معتبر مزيان. كلمات تقول للناس اللي قاموا بهالموسم؟ الله يسهل عليهم، هاد الناس كلشي قاموا بالمجهود وكلشي الناس مباركين، كلشي الناس محروسين. موسم داز معتبر مزيان هاد الساعه، وكنشكروا الاذاعه ديالنا وكنشكروا كلشي. مدينة المحمدية؟ أنا المحمدية. شنو كي جاك التنظيم؟ مزيان. مزيان. كلمات تبغي تقولي للناس المسؤولين؟ الله يعطيهم الصحة، كلشي مقاد، كلشي زوين. زوين. سيدي قول لنا كي جاك الموسم؟ شوف الكاميرا، شوف الكاميرا، شوف الكاميرا ودوي. شوف أخويا، نهار التعب بركة مسعودة اللي خلينا حنينا وبونا العزيز علينا، ضو عينينا الحسن الثاني. محمد الثاني، اللي فرحنا وفرحوا الله. عطانا يخلينا الله. الله يخلينا الله. حسن. الله يخلينا محمد التالي. زوين. اييه. الله يخليني سيدنا. اه. ويخلي لينا والدينا. اييه.
اوه هذا الموسم زوين. كيجاك التنظيم؟ التنظيم زوين. شنو بغيتي تقولي للناس اللي قاموا بهذا الموسم؟ نقول لهم الله يخلي لهم صحيحتهم والله ينصر سيدنا ويرصد سيدنا محمد ويرصد القايدة والعاملة. شكرا. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله كان له مثل أجر الصائم والباسط يده بالصدقة ما دام ينفق على فرسه. وفي حديث آخر: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. باسم السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ونيابة عن كافة أعضاء المجلس، يتقدم بوافر الشكر والامتنان لكل من انخرط وساهم في تنظيم وإنجاح هذا المهرجان. ويتطلع السيد الرئيس إلى إخراج هذا المهرجان في صيغة متميزة عن باقي المهرجانات التي تحتفي بطبوريدا، وذلك بتحويله إلى مهرجان كبير وطني يستحضر الجذور التاريخية لهذا الفن، وذلك بالجمع بين اثنين من مكونات الموروث الثقافي من خلال الاحتفاء بثنائية طبوريدا والحلقة وتقديم طبق فني غني ومتنوع لزوار مدينة المحمدية. لقد كان من أهداف هذا المهرجان أولا الاحتفاء وتخليد ذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة، ثانيا تخليد طبوريدا وإعادة تتمينها من خلال تتمين الموروث الثقافي كفن تقليدي، ثالثا المحافظة على الفنون التقليدية والتي تستهوي المغاربة وتخاطب حسهم الوطني وتعبر عن عمق هويتهم، رابعا إعطاء معنى لإعادة تشكيل الذاكرة الجماعية، وأخيرا إعادة بث قيم الشرف والاحترام والشجاعة وتجاوز الذات والتفوق كما تقدمها طبوريدا من أجل نقلها إلى الأجيال الشابة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الجائزة يقدمها رئيس الجماعة الحاج محمد الفضل تصفيقاتها السمسة. شفنا رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية. فارس اللي كان تصاب واحد جروح بالغه وقطع بس كمل معنا الموسم. دور هنا سي زوال. زوال والان
الان جاء دور محمد تفقة حارة. شوف هنا شوف هنا شوف هنا جائزة ستهدى من طرف رئيس الجماعة الحاج محمد الفضلي. شوف شي واحد شوف هنا شوف هنا خليك معاه مزيان رئيس السرية للدرك الملكي ولك إشراف على التوزيع ديال الجائزة وشكرا. كان ديو على المقدم محمد نزيه. دي بغيو نعرفوا اولا الشعور ديالك بهذه الجائزه. شعور فرحان كاي مواطن. احنا فرحانين بزاف لان هذا الشيء داز بواحد. كي جاك الموسم؟ ممتاز جدا جدا. نظام ممتاز الدرك الملكي الامن الوطني للوقايه المدنيه ولا كل شيء قاموا بالواجب ديالهم احسن. كلمه بغيت تقول للناس اللي زاروا اللي جاوا من العديد من المدن المغربيه باش يزوروا هذا الموسم ويتفرجوا فيكم تشوم. كنشكرهم على هذه الزياره بزاف لان ساندونا بزاف وشجعونا الا ما كانش الجمهور ما كاين حتى شي حاجه. شوف جميل هنا الذي على الحق الثاني مزيان باش يفتح فيها تمام. خذ الصورة من الجماهير.